السلام عليكم، معكم طلال نقار، تابع معكم النيفروباثولوجي. اليوم حنحكي عن البروتينوريا من وجهة نظر النيفروباثولوجي، شيء بيهمني فقط، موضوع كبير كتير وبنحكي فيه عدة محاضرات، أثرت أني أختصر قدر الإمكان بهي المحاضرة. لما بشوف رغوة بالبول، هذه علامة بروتينوريا، لازم أعاير البروتين والألبومين بالبول لحتى أتأكد من هذا الشيء، علامة مهمة تذكروها. نتذكر انه القنبله الكلويه بتعمل مثل مصفايه، بتحصر الجزيئات الكبيره اللي هي اغلبها البومين، بتسمح بالبلازما انه ترشح. هي البلازما بتمر عبر الانابيب الكلويه، يعاد امتصاص معظمها، يتم افراز بعض المواد فيها، والناتج النهائي بيصدر بالبول. لو انا عايرت الدم، عايرت الكرياتين اللي هو مشعر التصفيه الكلويه بالدم، بيعطيني مشعر عن وظيفه الانابيب الكلويه، عن وظيفه الكليه عموما. بس لو بدي مشعر اكثر دقه حقيقه، انا بتطلع على ظهور البروتينات بالبول. لما بيكون في عندي اذيه بهي الشبكه، بتظهر الالبومين بالبول بكميات كبيره اكثر من المطلوب او اكثر من الطبيعي، بهذا مشعر اكثر دقه حقيقه من الكرياتينين بالدم. فظهور الالبومين بالبول مشعر باكر على الاذيه الكلويه، مرضى السكري مثلا، اضافه لانه مشعر انذاري هام. المورتاليتي بتتعلق بالبروتينوريا والالبومينوريا وليس بالكرياتينين او التصفيه الكبيه. هذا سلايد بيشرح هذا الكلام، عم يقارن الجي اف ار مع الادجستد هازارد ريشيو. اللي بده يعرف شو هي الهازارد ريشيو يراجع محاضرتي رقم 24 بالبحث الطبي، سلسله البحث الطبي. المرضى مقسمين لثلاث مجموعات حسب نسبه الالبومين بالبول، اللي هي المجموعه الزرقاء اللي هي الالبومين الطبيعي اقل من 30، المجموعه الخضراء البيل الالبومينيه المتوسطه، واللي مجموعه البيل الالبومينيه الشديده هي المجموعه الحمراء. لاحظوا ان المورتاليتي عم تزيد لما عم تزيد الالبومينوريا. ممكن تثبتوا هذا السلايد او توقفوا المحاضره وتدقوا فيها على جي اف ار 60 مثلا. هون الوفيات عم الادجستد هازارد ريشيو حتكون واحد، عم تزيد لما عم يزيد الالبومين بالبول. الخط الاخضر اعلى المورتاليتي تبعهم عن نفس الجي اف ار، والخط الاحمر المورتاليتي اعلى. كل المورتاليتي بترتبط بالالبومينوريا والبروتينوريا وليس بالجي اف ار بحد ذاتها. هي معلومة لازم تتذكرها. لذلك لما أنا سألت سؤالي مين أفضل أو مين أكثر دقة بتقييم حالة الكلية، ما قلت بتقييم التصفية الكلوية، بتقييم حالة الكلية وإنذار الكلية، هو الألبومينوريا أو البروتينوريا وليس الجي اف ار. أنا لما بيجيني مريض سكري ويقول لي الجي اف ار تبعه مثلا أو الكرياتين تبعه 1.5، ما كثير برتكس، ما بقدر اقول له شو لازم يعمل او شو ما لازم يعمل. بس لما بيقول لي البروتين عنده بالبول 5 جرامات، فبدق ناقوش الخطر بقول له لا، في شيء كثير لازم ينعمل بحالتك ولازم نعرف شو القصه. لو جمعنا بول 24 ساعه وعايرنا فيه البروتين والالبومين، حيطلع معنا البروتين اقل من 150 ملي جرام، حيطلع معنا الالبومين اقل من 30 جرام. الشيء الطبيعي انه ينطرح حوالي 10 ل 15 ملي جرام البومين ببول 24 ساعه. معظم البروتين بالبول بيجي من الانابيب الكلويه، هذا اليورو موديلين حوالي 50 ملي جرام، هو بروتينات مخاطيه اسمها تام هورس هورسبول بروتين، او هو اليورو موديلين اسمه. له دور بالوقايه من الانتانات، يفرز من عروه هانلي، ولا علاقه له بوظيفه الكليه او بالكوبه الكلويه. ممكن تظهر عندنا الالبومين بكميات قليله 10 ل 15، ممكن بعض الاميونوجلوبولين، ممكن الميكوبولوساكاريد، بعض الهرمونات، بعض الانزيمات، بس التوتال كله ما بيتجاوز 150. البروتينوريا والالبومينوريا هو طيف واسع، بيبدا من انه عندي شويه البومين بالبول حوالي 50 ملغ مثلا ب 24 ساعه، حتى عده جرامات. ممكن انا شايف مرضى 19 جرام بروتين ببول 24 ساعه عندهم، ولسه ربما اعلى خاصه لما بمراحل شديده من الاصابه. لما بيكون في عندنا فقط بروتين بالبول بدون ما يكون في اعراض، فهي اسمها بروتينوريا الى درجات. اذا كان في اعراض سريريه ودمات، نقص البومين، فرط كوليسترول، بيصير اسمها نيفروتيك سيندروم، حنتناولها بسلايد لاحقا. نتذكر انه الحاجز الكبي القاعدي هو charge and size selective، بيمنع البروتينات السلبيه اللي هي الالبومين نيجاتيف تشارج، اضافه لانه حجمه ربما الاساس فيه هو نيجاتيف تشارج، اضافه للكريات الحمراء بيمنع مرورها. بيهمني هون الالبومين انه ما بيعبر، بس مش ما بيعبر نهائيا، مثل ما انه بيظهر شويه البومين بالبول، بيعبر بكميات قليله كثير، بنسميه سيفينج كوفيشنت،
حوالي مثلا 0.01، يعني 1 بال10 آلاف بيمرق، بس هذا بيجمع، هذا اللي 0 اللي هي 1 بال10 آلاف من الالبومين بيجمع، فبيمرق عندي كميه من البروتين الالبومين يوميا حوالي 1 ل3 جرامات بيعبروا من هون، يعاد امتصاصهم تقريبا كلهم. هدول الثلاث جرامات او الواحد جرام لثلاث جرامات ما بيظهر منهم بالبول الا 30 ملي جرام. مثل ما شايفين هذه الالبومين، عفوا هذه الالبومين عم يظهر شوي منه بالانابيب القريبه، عم يعاد امتصاص معظمه، عم يعاد امتصاص 99% او اكثر منه. بيظهر بالبول النهائي حوالي قلنا 10 ل 15 ملي جرام حتى 30 ملي جرام. الجلوبولين هي شحنتها ايجابيه، ما في عندها اي مانع تعبر حجمها، وشحنتها ما بيمنعها من العبور عبر الحاجز الكبدي، وبالتالي الغشاء القاعدي الكبدي، وبالتالي بتعبر بشكل حر بسموها فريلي، وتعاد امتصاص كلها تقريبا او معظمها بالانابيب القريبه. مرة ثانية البروتين عم الألبومين وغيره عم يرشح بكميات قليلة للألبومين، والجلوبين عم يرشح كله، عم يعبروا للأنابيب القريبة، عم يصير هون إندوسيتوسيس. في بروتين هام اسمه الميجالين، احفظوا هذا الاسم مهم للامتحانات ربما. فهذه البروتين عم يعاد امتصاصه، عم يعملوا هضم هون، وعم يعاد طرحه للبلازما، وبالتالي شيء طبيعي انه يمرق شوية بروتين شوية البومين وصم جلوبولين، وينعاد امتصاصهم كلهم تقريبا بالانابيب القريبة. هلا اليات الاربعة للبروتينوريا بيلخصها هذا المخطط. الاوفر فلو لما بيكون كمية البروتين اللي عم ترشح كبيرة، ما بتعود الانابيب القريبة قادرة تمتص كل الكمية هاي، او ما هي اصلا بيكون ساتوريتد. هي آلية ظهور البروتين بالميلوما، البينز جونز بروتين يوريا هي الإيمونوجلوبولين. لما بيكون في عندي مولتيبل ميلوما، الإيمونوجلوبولين كلها بترشح أصلاً، ما في عندها شيء يمنعها إنها ترشح، وما بتعود الأنابيب القريبة قادرة تمتصها أو تمتصها كاملة، وبالتالي بتظهر بالبول. فهذه الأوفر فلو بروتين يوريا. الآلية الثانية اللي هي إصابات الكوبة بالكلوي، هي الإصابة الكبية، إصابة الحاجز السنخي الشعري، اللي هي عفوا أنا بقول السنخي الشعري، إصابة الغشاء القاعدي الكبدي. الغشاء القاعدي الكبدي هون الألبومين عم يعبر منه بكميات أكبر من الطبيعي، الأنابيب القريبة ما قادرة تمتص كل الألبومين لأنه هي أصلا ساتوريتد، وبالتالي بيظهر الألبومين بالبول. هذه الألبومينوريا اللي هي إصابات الكبية. هلا الآلية الثالثة اللي هي أقل شيوعا هي التوبيلر، هي أذية الخلايا الأنبوب القريب. لما بيكون في عندي أذية بتمنع الامتصاص بالأنبوب القريب، حتى الكميات القليلة اللي عم تمتص حتظهر بالبول، وبالتالي بيظهر في عندي بيلت المايكرو ألبو المايكرو جلوبينيوريا، البيتا 2 مايكرو جلوبينين أو غيره. هذه نادرة أن تظهر، أنه هي في يعني كموجودات كمرض سريري أنه فقط تبولر، نادر في دينت ديزيز من أمراض الأطفال مثلا، بيكون في مشكلة بامتصاص البروتين على مستوى الأنابيب القريبة، وبالتالي بتظهر بالبول، ما هو كتير شائع. سكريتد لما بيكون في عندي انفكشن مثلا، فبيظهر اليوروميدولين بيظهر بكميات اكبر. هلا الشيء المرضي اللي بيهمني كثير هون الاوفر فلو والجلوميرولر. هلا التوبيلر على فكره ممكن يشارك الجلوميرولر، لما بيظهر البروتين بكميات كبيره هون من الالبومين بيعمل اذيه بالخلايا الانبوب القريب، وبالتالي بيصير الاليه مضاعفه، الانابيب من فوق، الحاجز من فوق او الغشاء القاعدي خربان من فوق، اضافه لانه في عندي ما عندي في عندي تخرب بالانابيب او عدم قدره على امتصاص البروتين على مستوى الانابيب القريبه. هذه اليات البروتينوريا بهمني اتذكرها كثير، لانه بتفرق معي لاحقا بالتشخيص والتشخيص التفريقي لما بيظهر البروتين بالبول. هل هو البومين فقط؟ إصابة كبية. هل هو أغلبه إيمونوجلوبولين؟ إصابة على مستوى الأنابيب القريبة مثلا، كتير مهمة. فلما بقارن الألبومين كرياتين ريشيو أو الألبومين مقارنة بالبروتين بيعطيني قيمة تشخيصية. قلنا الأربع أنواع، الإصابة الكبية، إصابة الأنبوبية النادرة فانكوني أو دينت، أو الأوفر فلو. الأوفر فلو يعني ميلوما،
يعني ميوجلوبينين. على فكره لما بصير في عندي مايوجلوبينين، لما بصير في عندي انحلال عضلات نفس الاليه للبروتينوريا، لما بصير في عندي انحلال دم دي اي سي نفس الشيء، لما بصير في عندي اوفر فلو، هدول كلهم الهيموجلوبين والمايوجلوبينين والايمينوجلوبينين كلهم شحنتهم ايجابيه، وبالتالي ما في اي حجم صغير، وبالتالي ما في مانع مرورهم عبر الغشاء القاعدي الكبدي. البوست رينال اللي هي الانفكشن الاي جي والاي جي اي معظمهم اضافه لليوروموديلين ما هي شغلة مرضية قياسا بالإصابة الكبية. بنتذكر هذا السلايد من المحاضرات الماضية، لما بيكون في عندي الخلايا القدمية سليمة بتمنع مرور، بتحافظ على سلامة الغشاء الكبي، القاعدة الكبي، والبروتين ما بيعبر. لما بيضطربوا هدول بيصير في عندي افيسمنت للبودوسايتس، وبيظهر البروتين بكميات كبيرة. وعادة إصابات الخلايا القدمية تظهر البروتين بكميات كبيرة، ممكن توصل للنفروتيك رينج. هذا الشيء مقارنة بإصابات الخلايا البطانية اللي بيظهر فيها البروتين، بيصير في تخرب الغشاء القاعدي، بيظهر فيها البروتين وبيظهر فيها الار بي سي او الكريات الحمر. هذا موضوع محاضرة الثانية القادمة. نتذكر البودوسايتوباثي في عندي خمس تشخيص تفريقي، هدول بيعملوا بيور بروتينوريا، المينيمال تشينج ديزيز، الاف اس جي اس، الممبرينس، الغشاء التهاب الاعتلال الكبب الغشائي، اضافه للامراض الجهازيه الديابيتس والاميلودوسيس اللي هو النشوان. نتذكر انه اصابات الخلايا القدميه بتعمل بروتينوريا لحالها، اصابات الخلايا البطانيه بتعمل بروتينوريا هيماتوريا، اصابات الميزانجيال سيلز بتعمل بروتينوريا وبتعمل هيماتوريا كمان بس بكميات اقل طبعا من اصابات الخلايا القدميه. ميزانجيال سيل يعني اي جي اي نفروباثي، اصابات البطانيه بنحكي عنها لاحقا، والبودوسايتس ذكرتها من شوي الاصابه تبعها. اضافه لكل هدول طبعا اصابات الغشاء القاعدي البيزمنت ممبرين بيظهر هيماتوريا وبيظهر بروتينوريا على فكره نفس الشيء. ليش عم ناكد على البروتينوريا؟ هذا الشيء الطبيعي انه البروتين يظهر بكميات، الالبومين يظهر بكميات قليله بنهايه الانبوب الجامع. لو صار في عندي من هون تراكم للالبومين عم ينطرح بكميات كبيره، الماء عم يمتص وبتركز السائل، حيوصل لتراكيز كبيره بنهايه الانبوب الجامع. هذا البروتين اللي متوافر هون او متواجد هون، الالبومين والبروتين، حيحرض حدثيه التهابيه يؤذي الخلايا القدميه اولا، يؤذي خلايا الانبوب القريب، يؤذي الانترستيشيوم اللي هو النسيج الخلالي، وينتهي بانترستيشيال فايبروسيس. البروتينوريا اذا ما تعالجت بتسبب اذيه كلويه بغض النظر عن المرض الاصلي اللي سببته. يعني لو انا عندي مثلا اي جي اي نفروباثي، اي جي اي هو عم يعمل اذيه هون وعم يتسرب البروتين، الاي جي اي له انذاره بحد ذاته. انا لو ما عالجت البروتين يوريا عنده عم يسرب مثلا 4 جرامات 3 جرامات جرامين مثلا، خلينا نقول هدول ما عالجتهم على المدى الطويل، حيصير تليف بالانابيب بالنسيج الخلالي. ومثل ما حكيت بالمحاضره رقم واحد، اهم شيء عندي انا بالكليه مو هو الكبه رغم أهميتها، هو الأنابيب، لأنه هي بيصير فيها الامتصاص. لما بتتخرب ما عاد يهمني عالج المرض الأساسي. فالبروتينوريا مهمة جدا لأنه هي بتأذي بحد ذاتها الأنابيب الكلوية. كيف بكشف البروتينوريا؟ أول طريقة بعمل الكاشف اللوني اليورين ديبستيك. هذا الكاشف اللوني إذا ما حدا شايفه من قبل، أنا بغمسه بالبول، بيكشف عدة شغلات بنفس الوقت، بيكشف الكثافة النوعية، السكر، غيره، بيكشف البروتين. هذه الخط الأخير، هذا بيكشف البروتين حسب اللون موجود على العلبة، بتقارن اللون اللي ظهر بعد ما غمسته بالبول، فبيعطيك لون أصفر مثلا حسب الكاشف، حسب الألوان. فأنا بقدر أقدر كمية البول، تقديري ما هو دقيق أبدا، فإما بيعطي تريس أو بيعطي بلس فور اللي هي أعلى كمية بروتين ممكن يكشفها هذا الكاشف اللوني. هذا الكاشف اللوني بيكشف الألبومين فقط، وهي ميزه وسيئه بنفس الوقت. ميزه انه انا اذا كشف لي انه اذا انا عندي بيلة البومينيه بيكشفها بشكل باكر، اذا كان في عندي بيلة بروتينيه بس ما في البومين كثير، فربما يطلع سلبي هذا او يطلع بلس 1، وهذا له قيمته الانذاريه او التشخيص التفريقي لما بقارنه بطرق ثانيه لجمع البروتين او لتقدير قيمه البروتين. المعيار الذهبي الطريقه الثانيه هو معيار انك تجمع بول 24 ساعه، بتعطي المريض جالونين، بيبدا من الصبح لثاني يوم الصبح بيجمع له 3 لتر 4 لتر تقريبا. طريقه مزعجه للمرضى،
معنى دقيقة لأسباب كثير إنه المرضى ما هن متعاونين معك، بيكون بيشرب مي كثير، بيشرب مي قليل، بينسى، مزعجة جدا صراحة. لا إضافة إنك لازم تحفظ هذا البول بالبراد أو بالثلج حقيقة، فشغلة مزعجة حقيقة. طبعا هي المعيار الذهبي. هلا من السعيد عنها انه نحن بنعمل عيار سبوت يورين اللي هي العينه العشوائيه. انا باخذ كميه بول عشوائي، باخذ 10 ام ال مثلا، بعاير فيه هون الالبومين وبشوف انا من خلالها بقدر كميه بول 24 ساعه، بقديش من قيمه الالبومين بول 24 ساعه. لو عايرت الالبومين بهذا العينه ممكن تكون المريض شربان مي زيادة هي الساعة الماضية أو أقل أو أكثر، وبالتالي بيطلع بيعطيني النتيجة غلط لو عايرت الألبومين فقط. أنا لما بقارن الألبومين مع الكرياتينين، بعاير الألبومين وبعاير الكرياتينين بالبول وبقسم، بسموها ألبومين كرياتين ريشيو، بعدل بصلح الأخطاء الناتجة عن التمديد وعن التكثيف البول إضافة للفوائد الثانية. وبالتالي المعيار الصحيح هو الألبومين كرياتين ريشيو. بعاير ألبومين، بعاير كرياتين، بنسبهم لبعضهم بيطلع معي نسبة اسمها الألبومين كرياتين ريشيو. هذه الألبومين كرياتين ريشيو الشيء الطبيعي تكون أقل من 30 ملي جرام ألبومين لكل 1 جرام كرياتينين. لاحظوا النسبة أو الأرقام، مهم جدا، لأن هي أحيانا بيعطوك إياها بالجرام عشان تعرف بالضبط شو عم تتعامل. ف30 ملي جرام ألبومين ب1 جرام كرياتين، 1 جرام كرياتين هو الشيء المتوقع إنه الشخص البالغ اللي وزنه 70 كيلو وكتلته العضلية كذا وكذا بيفرز بالبول 24 ساعة 1 جرام كرياتين. ليش عم أقول هذا الكلام؟ لأنه اختلال هذا الموضوع، لو إني عم أحكي عن مثلا، ما بدي اعقدها كثير، عم بسطها، عم بحاول بسطها، بس لو كان في سبب بيقول بيخليك تعرف انه هذا الشخص عم يفرز اكثر او اقل من 1 جرام كرياتين ببول 24 ساعه، لازم تتعامل مع هاي النسبه بحذر وتحاول تعدلها. فعندي 3 قيم للالبومين كرياتين ريشيو، اما اقل من 30 هذا الشيء الطبيعي، 30 ل 300 او 299 ملي جرام للجرام، هاي بيسموها moderately increase albuminuria، سابقا كانوا يسموها micro albuminuria. إذا كان عندي أكثر من 300 ملي جرام لو كل 1 جرام كرياتين، فهذه بيسموها severely increased albuminuria، وسابقا كانوا يسموها macro albuminuria. شو هو؟ كل ما زاد الألبومين حتى المايكرو ألبومينوريا خاصة عن مرضى السكري بتدل على إنه في عندي إنه في خطورة عالية. فكل فهي فنحن لازم نحاول قدر الإمكان نوصل بالألبومين بالبول لأقل قيمة ممكنة، وإذا بنعمله سلبي بيكون المريض حظه جيد ومعالجتنا جيدة. الكاشف اللوني ما كثير حساس لكشف المايكرو ألبومينوريا، ممكن يعطي بوزيتيف ممكن يعطي تريس، بس أكثر من 300 أكيد بيكشف الألبومينوريا. بالنسبة للبروتين كرياتين ريشيو، الطبيعي أقل من 150، طبعا أنا بعاير البروتين وبعاير الكرياتينين. الطبيعي 150 ملي جرام بروتين لكل 1 جرام كرياتينين. ما في كلمة moderately increase أو severely increase صراحة، هي إما سلبي أو إيجابي. أقل من 150 ما عندي بروتين يوريا، أو أكثر من 150 في عندي بروتين يوريا، وبتوصل لأرقام كبيرة، ممكن توصل للنيفروتيك رينج مثلا، بيسموها أكثر من 3.5 جرام ببول 24 ساعة. الكاشف اللوني ما بيكشف البروتين بالبول إذا كان معظمه نون ألبومين، وهذا الشيء مهم. أنا لما بعمل كاشف لوني بيكون عندي بوزيتيف مثلا بلس، وبعمل بروتين كرياتين ريشيو بيطلع عندي 4 جرامات، فهون في عدم تناسب. معناته البروتين الموجود بالبول معظمه ليس البومين، معظمه اميونوجلوبولين، وهذا بيدلني على انه الاذيه على مستوى انه الشيء اللي عم ينطرح ما هو البومين، فهذا بيدلني ممكن يكون عند المريض ميلوما، ممكن يكون اميونوجلوبولين وهي عم تنطرح يعني تعمل ميلوما مثلا. هي احد فوائد هذا التشخيص، حنحكي عنه لاحقا. العلاقة بين البروتين كرياتين ريشيو مع ال 24 ساعة علاقة خطية، وبالتالي فينك تعتمده بثقة. يفضل يكون اليورين سبوت هي البيلة الصباحية، بس حتى بيلة عشوائية بأي وقت باليوم ممكن تفيدني وتعطيني الألبومين كرياتين ريشيو أو البروتين كرياتين ريشيو. حكينا النيفروتيك سيندروم. النيفروتيك سيندروم هي 5 عناصر، اولها هو الالبومينوريا البروتينوريا، لازم يكون اكثر من 3.5 جرام ل 24 ساعه، اضافه لنقص الالبومين رقم 2، اضافه للوذمات رقم 3، اضافه لهايبرليبيديميا اللي هي الكوليسترول اساسا رقم 4، ممكن ظهور الليبيد بالبول،
الانفكشن، الهايبر كوجيليشن، فرط الخثار، هي عناصر النيفروتيك سيندروم. النيفروتيك سيندروم هي متلازمه وليست فقط بروتينوريا. ممكن ان الاقي مريض عنده بروتين بالبول 5 جرامات اللي هي نيفروتيك رينج اكثر من 3.5، بس ما عنده عناصر النيفروتيك سيندروم. هذا شيء وارد، وان كان نادر بس وارد، وبالتالي النيفروتيك سيندروم هي متلازمه. نيفروتيك سيندروم تعمل نقص البومين، هي الاليات تبعها ما حخوض فيها، ححاول اختصر قدر الامكان. تعمل وذمات، الوذمات في لها نظريتين، الاندرفيل والاوفرفيل. الاندرفيل باختصار انه الكليه بتشعر بوجود نقص حجم، وبالتالي بيصير تفعيل للراس اللي هو الرينين انجيوتنسين سيستم، وهذا الشيء بيخلي الكليه تحبس ملح. الاوفرفيل الكليه نفسها معطوبه وهي عم تحبس ملح بغض النظر عن حاله الحجم الوعائي باليات مختلفه. بيصير في عندي فرط شحوم، فرط كوليسترول، هي هي الآليات تبعه ما حخوض فيها بهي المحاضرة، إضافة لفرط الخثار، هي هي الآليات تبعه. هيك بيكون خلصت هي المحاضرة، حكيت عن الشيء اللي بيهمني بالنيفروباثولوجي. أتمنى تكون المحاضرة عجبتكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو، وإن شاء الله يا رب نتابع المحاضرة القادمة بالهيماتوريا.